بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 10، كروموزومال ابنورماليتي. هنتكلم المرة دي على 6 كروموزومال ابنورماليتي وال partial deletion syndromes، وهندي examples عليها. نتكلم الأول على ال Turner syndrome اللي هو مونوزومي كروموزوم اكس. ال Turner syndrome ده بينتج عن deletion أو non functioning of one of the X chromosome in females. الأشخاص اللي هم مصابين بالترنر سيندروم بيبقوا females ولهم characteristic phenotype. ده اللي هو بيبقى من أهم الحاجات ال proportion short stature و ovarian dysgenesis. ال lacking of normal ovaries بيؤدي الى اللي هو secondary sexual character ما بتظهرش عادة، وعادة بردك الستات دول بيبقوا الكروموزومال abnormality اللي بتبقى مع ترنر سيندروم بتبقى بتيجي كذا صورة. منهم 50% من الحالات بيبقى معاهم بيبقوا عندهم اكس واحدة، بيبقوا 45 اكس فقط. من 30 ل 40% بيبقى فيه موزايسيزم، يعني اللي فيه سيل لاين 45 اكس وسيل لاين تاني 46 اكس اكس، وليس كوماني بيبقى 45 اكس و46 اكس واي. ولما بنلاقي فيه سيل لاين فيه واي ده بيبقى معناه ان هيبقوا الاشخاص دي predisposed لنيو بلازم في الجونادال ستريك تيشو. و10 ل 20% من الحالات بتوع الترنر بيبقى عندهم ستراكشر اكس كروموزومال ابنورماليتي، بيبقى معاهم ديليشن في الاكس بي. نيجي نتكلم على كلاين فلتر سيندروم، انذر سيندروم ويز 6 كروموزومال ابنورماليتي. دول الميلز، دول بيبقوا ميلز ويبقى معاهم اكتر من 1 كوبي اوف اكس، 2 او اكتر من كده. لما الكلينيكال اكزامينيشن للميلز البالغين بنلاقي فيهم سمول تيستس، التيستس بتبقى اقل من 10 ملي لتر في فوليوم. ومعظم الرجاله ديت او الميلز دي بيبقوا استيرايل او انفيرتايل، علشان بيبقى في اتروفي للسيمينيفراس تيبيولز. تستيرون ليفل في الادوليسنت وفي الادر بيبقوا لور، وبيبقى معاهم جاينيكوماستيا في حوالي تلت البيشنتس، وده بيزود الريسك بتاع البريست كانسر. الميلز with Klinefelter syndrome بيبقوا أطول من الأفريج، بيبقى مع يمكن يكون معاهم reduced IQ. الإكسترا إكس كروموزوم بتبقى درايفت من الأم في 50% من الحالات. والكلاينفلتر سيندروم بيبقى يعني الانسيدنس بيزيد مع الادفانسد ماترنال ايج. الموزايسيزم بيبان، يعني هيبقى عندنا تو سيل لاينز في 15% من البيشنت، وبيبقى في الحالة دي بيزود الـ يعني اللايك هود احتمالية وجود فيابل سبير. نيجي نتكلم على examples لل partial deletion syndrome. هنتكلم على ديزيز اسمه وولف هيرشون سيندروم. السيندروم ده caused by deletion the distal part of a short arm of chromosome 4. size of deletion بيختلف من شخص للتاني، والستاديز بتقول ان كل ما كان الديليشن لارج كل ما كان الفيتشرز مور سيفير. الميجور فيتشرز بيبقى عندهم
facial appearance, characteristic facial appearance, delayed growth, intellectual disability, low muscle tone, hypotonia, and بيبقى معاهم seizures. Other features may include skeletal abnormality, congenital heart defect, hearing loss, urinary tract malformation, ومعاهم a structure brain abnormality. نتكلم على سندروم تاني اللي هو بردك من اللي هم اللي معاهم a partial deletion syndrome اللي هي Krabbe-Dochet syndrome. اللي هو ده ترم فرنساوي cry for cat, وبيبقى ليه؟ عشان هو بيوصف منظر distinctive cry of the child. المنظر ده بيقل, بيبقى less obvious لما الchild بيكبر, وبيخلي الدياجنوزس بيبقى أصعب, وخاصة بعد سنتين. السندروم ده caused by deletion short deletion للdistal short arm of chromosome 5, والكاريوتايب بيبقى 46 XY deletion 5P. بيبقى characterized by intellectual disability, microcephaly, وبيبقى عندهم characteristic facial feature. ودي اخر المحاضرة.